عقد بقاعة المؤتمرات بمجمع الإسماعيلية الطبي لقاء لبحث التعاون مع شركة صلات السعودية لحلول الأعمال في مجال إدارة الموارد والتكاليف الصحية وفرع هيئة الرعاية الصحية. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول مبتكرة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمة والرعاية الصحية واستفادة أكبر للتشغيل والجودة الشاملة، فضلا عن تطبيق مفاهيم التكنولوجيا والحوكمة الرقمية لإدارة دورة الإيرادات. هو تماشيا مع رؤية القيادة السياسية وفق القيادة السياسية أن هناك يعني دائما وأبدا بنحاول وبنسعى إلى أن يكون هناك تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة يعني في ظاهر الأمر هي تنمية مستدامة لها علاقة بالتنمية المستدامة المالية التي تساعد بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على استدامة الإصلاح الصحي اللي موجود في مصر. وده اللي بيحصل النهاردة. احنا النهاردة بندشن تطبيق نظام دورة إدارة الإيرادات في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وده بيتم بالشراكة مع شركة سعودية، شركة صلات للحلول السريعة. ان شاء الله يعني هنشتغل الفترة الجاية بيزد على إدارة الإيرادات بشكل واضح جدا. وجودنا اليوم هو تدشين للاتفاقية مع الهيئة العامة بحيث انه احنا نكون عامل مساعد في عمل نقلة نوعية في تطبيق احدث الاجراءات في تطوير دورة إدارة الإيرادات في المنظومة الصحية، واللي ان شاء الله راح نكون عامل مساعد ونشارك في هذه النقلة النوعية.